يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى وقرأ الفاتحة مرتين، فهل يسجد سجود سهو لكونه قد زاد ركنا؟ إن كان ناسيا وهو وحده يصلي يسجد للسهو، لأنه زاد في الصلاة، زاد فيها قراءة الفاتحة. أما إن كان متعمدا فهذا حرام عليه، ما يجوز يكرر الركن، يحرم أنه يكرر الركن. فإن كرر الفاتحة حرم ولم تبطل صلاته، أما إن كرر الركوع أو السجود متعمدا بطلت صلاته. نعم. فتكرار الركن إن كان الفاتحة متعمدا فإنها تبطل صلاته، إن كان ناسيا وهو يصلي وحده أو الإمام سهى وقرأها مرتين يسجد للسهو لأنه زاد فيها. وأما الركوع والسجود، إذا زاد ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت، إذا كان ساهيا فإنه يسجد للسهو ولا تبطل. نعم.